الحمد لله رب العالمين، خلق الإنسان علمه البيان، وأودع في كتابه من الأسرار ما لا تستوعبه العقول وأساطين البيان. وأصلي وأسلم على سيد الأنبياء وإمام الأتقياء وخير الأنقياء، أفصح من نطق بالضاد، وعلى آله وصحبه أهل التهذيب والإرشاد. أهلا وسهلا بحضراتكم في شرح جزء خاص بكتاب أساسيات اللغة العربية وما يتعلق بعلوم البلاغة العربية. علوم البلاغة العربية هي جزء من علوم اللغة العربية، ترجع أهميتها إلى أنها وسيلة مهمة للوقوف على إعجاز كتاب الله تعالى الناطق بالحق. يقول أحد العلماء الذين كتبوا في إعجاز القرآن الكريم مخاطبا أحد طلابه، يقول له: اعلم علمك الله الخير ودلك عليه وقيده لك وجعلك من أهله، أن أحق العلوم بالتعلم وأولاها بالتحفظ بعد معرفة الله جل جلاله علم البلاغة ومعرفة الفصاحة، الذي به يعرف إعجاز كتاب الله تعالى الناطق بالحق الهادي إلى سبيل الرشاد المدلول به على صدق الرسالة وصحة النبوة التي رفعت أعلام الحق وأقامت منار الدين. ويقول إن الإنسان إذا أغفل علم البلاغة وأخل بمعرفة الفصاحة لم يقع علمه بإعجاز كتاب الله تعالى من جهة ما خصه الله به من حسن التأليف وما شحنه به من الإيجاز البديع والاختصار اللطيف. إذن دراستنا لعلوم اللغة العربية بصفة عامة والبلاغة بصفة خاصة في كتاب أساسيات اللغة العربية يعين الإنسان على فهم كتاب الله تعالى فهما صحيحا. ويستطرد في حديث عن أهمية اللغة العربية، ويقول إن الإنسان العربي الذي لا يفرق بين كلام جيد وآخر رديء، وبين لفظ حسن وآخر قبيح، وبين شعر نادر وآخر بارد، فقد بان جهله وظهر ضعفه ونقصه. لذلك كل إنسان يتعرض للدعوة إلى الله عز وجل ويتعلم تفسير كتاب الله تعالى وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم لابد أن يملك أدوات الفهم، وأولى هذه الأدوات هي علوم اللغة العربية. يقول الزمخشري رحمه الله: ومن لم يتق الله في تنزيله فاجترأ على تعاطي تأويله، أي القرآن الكريم، وهو غير معرب، يعني غير عالم بقواعد العربية، فقد ركب عمياء وخبط خبط عشواء وقال ما هو تقول وافتراء وكلام الله منه براء. هذه قاعدة مهمة لمن يتعامل مع القرآن والسنة، لا بد أن يدرس علوم اللغة العربية، لأنه يقول: من لم يتق الله في تفسير القرآن الكريم ويجترئ على تفسير القرآن الكريم وهو غير عالم بعلوم اللغة العربية فقد ركب عمياء وخبط خبط عشواء وقال ما هو تقول وافتراء وكلام الله منه براء. لقاؤنا اليوم يتعرض لجزء من علوم العربية وهو علم البلاغة. علم البلاغة كما ذكر الكتاب ومؤلف هذا القسم أشار إلى أن هذا العلم يتكون من ثلاثة فنون. الفن الأول ذكروا علم البيان، الفن الثاني علم المعاني، الفن الثالث علم البديع. يبقى البلاغة مكونة من علم معاني وعلم بيان وعلم بديع. علم البيان، كلمة بيان في اللغة العربية في معاجم اللغة بتعني كلمة الكشف والإيضاح، الكشف والإيضاح، وتكررت وردت في القرآن الكريم: هذا بيان للناس، هذا بيان للناس، خلق الإنسان علمه البيان. يبقى كلمة البيان ترد في القرآن الكريم ومعناها اللغوي الكشف والإيضاح والتعبير عن المقصود بأبلغ لفظ. لكن في اصطلاح علماء البلاغة جعلوها قسما من علوم البلاغة العربية وأصبحت تطلق على علم معين داخل البلاغة العربية. فقالوا إن علم البيان علم يعرف به كيفية التعبير عن المعنى الواحد بطرق مختلفة بأكثر من طريقة في وضوح الدلالة، ويكون الدلالة واضحة في المعنى المقصود. يعني إننا في علم البيان من خلال هذا التعريف أردت مثلا أن أعبر عن كرم محمد، أردت أن أعبر عن أن محمد كريم، محمد كريم، ممكن أستخدم
طريق من طرق علم البيان اسمه التشبيه، محمد كالبحر في عطائه. يبقى أنا عبرت عن الكرم بأسلوب التشبيه، تعبير عن المعنى بطرق مختلفة، أولها التشبيه. رقم اثنين، ممكن أعبر عن كرم محمد بالمجاز اللي هو الاستعارة. أقول أرأيت بحرا في جامعتنا يعطي الناس، يبقى أقصد رجلا كريما، يبقى أنا عبرت عن كرم محمد بالاستعارة. ممكن أعبر عن كرم محمد بطريق الكناية، وهو الأسلوب الثالث في علم البيان. محمد كثير الرماد، كثير الرماد اللي هو مخلفات النار الحطب، هذا المعنى قد يكون حقيقيا لكنه يدل على أنه كثير النار كثير الطبخ، وهذا يدل على كثرة الأكلة مما يدل على أنه كريم، رجل كريم. يبقى إذن التعبير عن المعنى الواحد كرم محمد بطرق مختلفة في وضوح الدلالة، هذا هو معنى علم البيان في الاصطلاح عند علماء البلاغة. يبقى إذن يتكون هذا العلم من التشبيه والمجاز والكناية، وسنتحدث عن كل فن منه. التشبيه في اللغة يعني التمثيل، أول جزء في علم البيان هو التشبيه، والتشبيه في اللغة يعني التمثيل، شبهته به أي مثلته به، التشبيه في اللغة التمثيل. وبعض العلماء كان لا يفرق بين كلمة تشبيه وكلمة تمثيل زي ابن الأثير، لكن معظم العلماء فرقوا بين كلمة التشبيه والتمثيل، وجعلوا لهذا بابا مفردا ولهذا بابا مفردا، ما عدا ابن الأثير ضياء الدين كان لا يفرق بين التشبيه والتمثيل. لكن هذا الفرق من ناحية اللغوية لا فرق، لكن في الاصطلاح هناك فرق بين التشبيه والتمثيل، حيث عده علماء البلاغة التمثيل، عد علماء البلاغة التمثيل جزءا من علم من التشبيه، فكل تمثيل تشبيه وليس كل تشبيه تمثيل، يبقى هو جزء من التشبيه. إذن التشبيه في اللغة يعني التمثيل. أما في اصطلاح علماء البلاغة قالوا إيه؟ قالوا الدلالة على مشاركة أمر لآخر في صفة، الدلالة على مشاركة أمر لآخر في صفة أو أكثر بأداة مذكورة أو مقدرة لغرض يقصده المتكلم. إن أنا أدل على مشاركة هذا الأمر لأمر آخر في صفة تجمع بينهما، في صفة تجمع بينهما بأداة، هذه الأداة قد تكون مذكورة وقد تكون مقدرة لغرض يقصده المتكلم، بيان الحال، بيان الإمكان، بيان المقدار، كل أغراض تتعلق بالمتكلم يقصد إيه من وجود هذا التشبيه. من خلال هذا التعريف الدلالة على مشاركة أمر لآخر يتبين لنا أركان التشبيه، إن التشبيه لابد أن يكون فيه مشبه ومشبه به وأداة تشبيه ووجه شبه، إيه أركان التشبيه الأربعة؟ مشبه ومشبه به وأداة التشبيه ووجه الشبه. طيب لو أنا قلت مثال وأستخرج الأركان، محمد كالأسد في الشجاعة، يبقى المشبه عندي كلمة محمد، هذه المشبه، وهو الذي أريد إلحاقه بلفظ آخر، أردت أن ألحقه بلفظ آخر هو المشبه به اللي هو الأسد، محمد كالأسد، يبقى المشبه محمد، المشبه به اللي هو الطرف الآخر اللي هو الأسد، وهو الذي أريد أن يضرب به المثل هنا في التشبيه، إن أنا قلت محمد كالأسد فأنا قربت المعنى المقصود بأن أنا شبهت محمد بالأسد لكي أعطي الصفة المشتركة بينهم البارزة اللي هي الجرأة أو الشجاعة. يبقى إذن هو الأمر الذي يلحق به المشبه، إن أنا بلحق المشبه به، يبقى مشبه مشبه به، ثم أداة كمحمد كالأسد، يبقى أنا عندي أداة التشبيه هي الكاف، يبقى المشبه والمشبه به والأداة هي الكاف. وجه الشبه يعني الصفة الجامعة بينهما، إيه الوجه البارز بين المشبه والمشبه به، ما المعنى الذي أردت أن أوصله لك من خلال تشبيه محمد بالأسد أو الشجاعة أو الجرأة، وهذا يسمى الجامع أو وجه الشبه. طبعا هذه أركان التشبيه الأربعة إذا توفرت في المثال بيكون واضح، محمد كالأسد في شجاعته. وهنأخذ من خلال التقسيمات أنه يصح الاستغناء عن الأداة ويصح الاستغناء عن وجه الشبه، فيصح أن أنا أقول محمد أسد في الشجاعة حذفت الأداة، ويصح أن أقول محمد كالأسد وأحذف وجه الشبه
باعتبار أنه مفهوم، ويصح أن أحذف الأداة والوجه معا ويصير محمد أسد. يبقى لكي يصبح الأسلوب أسلوب تشبيه لابد أن يوجد فيه الطرفان المشبه والمشبه به حتى أحكم على هذا الأسلوب بأنه تشبيه. يبقى شرط في التشبيه أن يذكر فيه المشبه والمشبه به، ويصح الاستغناء عن الأداة ويصح الاستغناء عن وجه الشبه. هذا أمر. أقسام التشبيه كما ورد في الكتاب في تقسيمات باعتبارات كثيرة جدا. أحيانا يقسم التشبيه باعتبار الطرفين المشبه والمشبه به، ينظر إلى الطرفين. وأحيانا يقسم التشبيه باعتبار الأداة، يبقى في التشبيه اسمه وأحيانا يقسم التشبيه باعتبار وجه الشبه. يبقى في تقسيمات باعتبار الطرفين، وفي تقسيمات باعتبار أداة التشبيه، وفي تقسيمات باعتبار وجه الشبه. طيب أخذ الأول تقسيمات الطرفين المشبه والمشبه به. قال لي طيب في اعتبارات برضو في الطرفين، كيف تنظر إلى الطرفين؟ من أي جهة تنظر؟ أول نظرة انظر إلى حسية الطرفين أو عقليتهما. يعني إيه طرف حسي ويعني إيه طرف عقلي؟ هذا الطرف محمد كالأسد. الطرف ده هو محمد والأسد أحكم عليهم بالحسية والعقلية. طيب ما مفهوم الحس هنا؟ الحس هو ما يدرك بإحدى الحواس الخمس الظاهرة، البصر النظر والشم والتذوق واللمس والاستماع. يبقى دي كلها حس. إذا أدركته بالبصر، إذا أدركته بالشم، إذا أدركته باللمس، إذا أدركته بالتذوق، إذن هو حسي. والعقلي هو ما لا يدرك بالحواس الخمس الظاهرة اللي احنا قلنا عليهم دول. يبقى هذا الطرف أحكم عليه بالحسي إذا أدرك بإحدى الحواس، هذا الطرف أحكم عليه بالعقل إذا لم يدرك بإحدى الحواس الخمس الظاهرة. وبالتالي أجد في تقسيمات أي تشبيه يقول لي ما كان طرفاه حسيين، يبقى الاثنين يدركان بالحس. ما كان طرفاه عقليين، يبقى المشبه والمشبه به عقلي وعقلي، لا يدرك بالحس. ما كان أحدهما حسيا والآخر عقليا، يبقى قد يكون المشبه حسي والمشبه به عقلي، أو العكس، المشبه عقلي والمشبه به حسي. فيأتي صور كثيرة: تشبيه محسوس بمعقول، معقول بمحسوس، محسوس بمحسوس، معقول بمعقول. المثال هو اللي يوضح. طيب أول حاجة لو أنا قلت قال لي قبل ما تقول أمثلة محسوسة أو معقولة، قال لي في أمر صنف علماء البلاغة يلحق بالحسي، وفي أمر صنف علماء البلاغة يلحق بالعقلي. قالوا الطرف الخيالي، الخيالي هذا يلحق بالإيه؟ يلحق بالحسي، والوهمي يلحق بالعقلي. طب ايه الخيالي؟ ايه التشبيه الخيالي كما ذكره علماء البلاغة؟ التشبيه الخيالي هو المركب الذي توجد مادته أجزاؤه في الخارج في الواقع اللي احنا عايشينه دون صورته الكلية. يبقى اي تشبيه مركب الصورة الكلية غير موجودة في الواقع تماما، يبقى ده تشبيه خيالي. وان كانت الأجزاء التي تركبت منها موجودة لكن تركيب الصورة غير موجود. يعني انا هقول هذه حجرة جدرانها من ذهب، رأيت حجرة جدرانها من ذهب وسقفها من فضة وأرضيتها من ياقوت وكراسيها من مرجان أو من لؤلؤ. لا توجد غرفة بهذه المواصفات في الواقع، ما جدران من ذهب وأسقف من فضة والأرض من ياقوت والكراسي والأثاث من مرجان، هذا غير موجود الصورة الكلية. لكن الأجزاء التي تركبت منها هذه الصورة موجود، موجود عندنا الذهب والفضة والياقوت والمرجان، لكن تركيب هذه الصورة غير موجود. إذن التشبيه الخيالي مركب لا توجد صورته الكلية في الواقع لكن أجزاؤه المكونة له موجود. المثال في الكتاب قال وكأن محمر الشقيق إذا تصوب أو تصعد أعلام ياقوت نشرن على رماح من زبرجد. يعني إيه الكلام ده؟ هو الشاعر هنا في هذا البيت عشان نفهمه، محمر الشقيق دي أنواع من الزهور، شقائق النعمان، زهر يتحدث الشاعر عن زهور معينة تسمى بشقائق النعمان. بيقول شقائق النعمان هذه النباتات اللي فيها زهر أحمر وسقان خضر، تضربها الريح فتميلها إلى أسفل ثم ترتفع إلى أعلى. هذه الزهور تحدث هكذا، يحدث لها هكذا ارتفاع وهبوط. إذا تصوب أو تصعد، يبقى شقائق النعمان إذا تصوب أو تصعد، أعلام ياقوت، أعلام من ياقوت
نشرت على رماح من زبرجد. يبقى هذه الصورة التي يجعلها مشبها به غير موجودة في الواقع كصورة كلية، فلا توجد في واقعنا رماح مصنوعة من زبرجد ومنشورة يعني أعلام ياقوت، كمان أعلام من ياقوت ونشرت على رماح من زبرجد. هذه الصورة غير موجودة في الواقع، لكن الأجزاء الذي ركبت منها موجودة، فهناك زبرجد وهناك ياقوت. إذن الخيالي في مفهوم الخيالي مركب، صورته الكلية غير موجودة، لكن أجزاؤه موجودة في الواقع. هذا النوع الحقوب الايه؟ الحقوب الحسي. نوع ثاني الحقوب العقلي، قالوا ايه؟ تشبيه وهمي. تشبيه وهمي ده غير موجود في الواقع تماما، لا يوجد في أرض الواقع، ولكن يوجد في وهم العقل فقط، ولو وجد لأدرك بالحواس. زي ايه؟ زي العرب كان عندهم مثلا ما يسمونه بالغول. الغول هذا لا يوجد حيوان اسمه الغول، هذا موجود في وهم العرب فقط، حيوان مفترس اسمه الغول، فأحيانا يجعلونه مشبها به. هذا ليس له واقع في أرضنا، وإنما هو في الوهم، فسموه تشبيه الوهمي. قال الشاعر: أيقتلني والمشرفي مضاجعي، ومسنونة زرق كأنياب أغوالي. يعني هو بينكر، هل يستطيع أن يقتله والمشرفي اللي هو السيف الذي صنع في مشارف في مكان معين نسب إليه مشرفي؟ أنا أضاجع هذا السيف، والحرب التي أقاتل بها مسنونة جدا وجاهزة للقتل مثل أنياب الأغوال. يبقى الشاهد هنا بيشبه آلة الحرب بأنياب الأغوال. هذا التشبيه صنفه العلماء بأنه تشبيه وهمي. ليه وهمي؟ لأن لا يوجد في الواقع ما يسمى بأنياب الأغوال، وإنما يوجد في وهم العرب فقط، فصنفوه بالوهمي وألحقوه بالإيه؟ بالعقلي. إذن التشبيه يحكم عليه بقى بأنه حس أو عقلي إذا كان يدرك بإحدى الحواس الخمسة أو لا. أقول مثلا العلم كالحياة، العلم كالحياة، يبقى العلم هنا عقلي والحياة عقلي، يبقى هنا شبه عقلي بعقلي. أقول الجهل كالموت، الجهل كالموت، يبقى أنا شبهت عقلي بعقلي. أقول مثلا الرأي مثل فلق الصبح، يبقى أنا شبهت الرأي اللي هو عقلي بفلق الصبح اللي هو ظاهر قدامي محسوس. يبقى إذن يظهر من خلال هذه التقسيمات أن التشبيهات قد تكون حسي بعقلي، أو عقلي بحسي، أو حسي بحسي، أو عقلي بعقلي. والعقل والحسي زي ما قلت خاضع لإدراكه بإحدى الحواس الخمس الظاهرة. تقسيم تاني برضو ذكروا الكتاب باعتبار إفراد الطرفين أو تركيبهما، إن هل الطرف هنا مفرد ولا مركب؟ مفرد يعني كلمة واحدة، إذا كان هذا الكلمة مطلقة يبقى مفرد مطلق، لكن ممكن المفرد يقيد بوصف أو بإضافة أو بجر ومجرور، فبسميه مفرد مقيد. يعني أقول محمد كالأسد، يبقى هنا مفرد محمد والأسد مفرد. أقول محمد الشجاع، يبقى أنا قيدته، يبقى اسمه مفرد مقيد. محمد الشجاع أو محمد القادر أو محمد الفاهم مثل البحر، يبقى هنا محمد الفاهم أنا قيدته بقيد. فأحيانا يكون مفرد مطلق، وأحيانا يكون مقيد بوصف أو بإضافة أو بجر ومجرور أو بتقييد، فبسميه مفرد مقيد. يبقى الطرف ممكن يكون مفرد أو مقيد، مفرد مقيد، وممكن يكون مركب. فبيظهر لي من خلال تقسيمات التشبيه إيه؟ قال لي طرفين مفردين، محمد كالأسد أيا كان، طرفين مطلقين. أقول مثلا لها لحظ كالسهم، من خلال الأمثلة اللي في الكتاب هي نظرة كالسهم، يعني يبقى لحظ كالسهم مفرد مطلق أهو، يبقى النظرة مثل السهم، مطلق بمطلق، مفرد بمفرد. ثغر كالدر، الفم مثل الجواهر، مفرد بمفرد. أو مقيد، تشبيه مثلا من لم يحصل من سعيه على نتيجة بالذي ينقش أو يرقم أو يكتب على الماء، هو هنا التقييد. الإنسان الذي لم يحصل من سعيه على شيء، سعى لكنه لم يحصل من سعيه على أي فائدة، شبهته بإيه؟ قال شبهته بالإنسان الذي يرقم على الماء، يعني يكتب على الماء. وجه الشبه الهيئة الحاصلة من إيه؟ عدم النفع بكل في كل، ما فيش نفع، لأنه يكتب على الماء، إذا لا قيمة لما كتبه. يبقى هنا الطرف هنا إيه؟ اللي مفرد مقيد، لأنه قيدته بحالة معينة. وضرب مثال أيضا في الكتاب: والشمس كالمرآة في كف الأشل، لما رأيتها بدت فوق الجبل. نشوف المثال: والشمس
كالمرآة في كف الأشعال. يبقى المشبه عندي الشمس، شبه الشمس بإيه؟ قال لي بالمرآة في يد مرتعشة، يد الأشعال هذه يد تحدث فيها إيه؟ رعشة. الرعشة هنا بتعطي اضطراب في الإضاءة. المرآة عندما تضبط في أو توضع في يد مرتعشة يحدث للضوء الخارج منها اهتزاز. فبيقول إن الشمس هنا مفرد أي مطلق، شبهها بالإيه؟ بالمرآة، والمرآة مقيدة، مقيدة بكونها في يد مرتعشة. يبقى الهيئة الحاصلة من الاستدارة، الاستدارة مع الاضطراب والإشراق، في اضطراب في الإيه؟ في الإضاءة. الشاهد عندي إن الطرف هنا مفرد مطلق، والمشبه به اللي هو الشمس أو المرآة مقيدة بكونها في يد مرتعشة. أو العكس، ممكن نقول الشمس أو المرآة في كف الأشل كالشمس. المرآة في كف الأشل كالشمس، يبقى أنا خليت المشبه هو اللي مقيد والمشبه به هو اللي مطلق. فأحيانا يبقى مفرد مطلق ومفرد مقيد. طيب قال لي كمان هو مثال، اللؤلؤ المنظوم كالثغر. اللؤلؤ المنظوم كالثغر أو الثغر كاللؤلؤ المنظوم. اللؤلؤ المنظوم، أنا قيدت اللؤلؤ هنا بوصف اللي هو كونه منظوما، ثم شبهته بالثغر أو شبهت الثغر الفم باللؤلؤ المنظوم، يبقى هنا مفرد ومفرد مقيد. هذا تقسيم آخر. طيب قال لي ما يكون طرفاه مركبين. مركبين يعني إيه مركبين؟ يعني حالة مكونة منها، يعني أنا ما بشبهش مفرد، أنا بشبه هيئة أو حالة. وضرب مثال في الكتاب، قال كأن سهيلا والنجوم وراءه صفوف صلاة قام فيها إمام. سهيل هذا نجم في السماء يصور حال هذا النجم في السماء، والنجوم تضيء من ورائه، يبقى حاله حالة وقوفه في مكان ما وهو يتقدم مجموعة منيرة وراءه، يبقى هذا التركيب بحال إيه؟ بحال إمام يقف أمام المصلين ووراءه إيه؟ صفوف أيضا مضيئة منيرة. يبقى هنا بيشبه هيئة بهيئة، حالة بحالة، حالة شيء لامع وراء أشياء لامعة أيضا في وصف معين، شبهها بإمام يقف في الصلاة ووراءه مصلون برضو بنفس الهيئة ونفس الحالة. وورد هذا البيت بأكثر من رواية. الكتاب بيقول كأن سهيلا والنجوم وراءه، وفي رواية والنجوم أمامه، ها يعارضها راع أمام قطيع، يعني زي الراعي أمام القطيع أو زي القطيع أمام الراعي، يعني وراءه تاني أن يكون المشبه مفرد والمشبه به مركب، الاثنين مركبين، هذا تقسيم آخر. وضرب مثال قلنا وكأن محمر الشقيق إذا تصوب أو تصعد أعلام ياقوت نشرن على رماح من زبرجد. فأنا عندي المشبه هنا إيه؟ محمر الشقيق يعني شقائق النعمان، هذا نوع من أنواع النباتات اللي فيها أحمر وأخضر، إذا تصوب أو تصعد يعني بيتحرك مع الريح، يبقى ده مفرد مقيد، قيده بأنه ينزل ويرتفع، هذه الزهور تنزل وترتفع مع الرياح. شبهها إيه بقى؟ بهيئة أعلام، أعلام من ياقوت نشرت على رماح مكونة من زبرجد. فقالوا إن المشبه مفرد مقيد وأن المشبه به مركبا. طب أو العكس، العكس، قال يا صاحبي تقصيا نظريكما تريا وجوه الشمس كيف تصوروا. خلي بالك، تريا نهارا مشمسا قد شابه زهر الربا فكأنما هو مقمر. شوفوا هنا الشاعر بيتحدث عن إيه؟ بيتحدث عن النهار المشرق. تريا نهارا مشمسا قد شابه زهر الربا، يبقى النهار المشرق المزهر وقد اختلطت به خضرة النبات، فجعلت الإضاءة، هذه الخضرة جعلت الإضاءة إيه؟ خافتة إلى حد ما، وتخللت الأشعة من ما بين الزهر ما بين الخضرة القاتمة فقللت من إشراقه شوية. كأنما هو مقمر ليل بدا فيه القمر. يبقى الهيئة الأولى المكونة من هيئة النهار المشرق الذي خالط ضوءه خضرة النبات شديد الخضرة بليل ظهر فيه القمر، يبقى المشبه مركب من عدة أجزاء والمشبه مفرد مقيد. هذا تقسيم. يبقى أنا أقول بنظر إلى التشبيه من خلال الطرفين عدة نظرات، من خلال الحسية والعقلية هذه نظرة، من خلال الإفراد والتركيب نظرة أخرى.
طيب الطرفين قال لي من خلال التعدد، يعني التعدد هل في تشبيه واحد ولا أكثر من تشبيه؟ قال لي من خلال تعدد التشبيهات يظهر لي أربعة أقسام. القسم الأول ملفوف مفروق تسوية جمع. يبقى لو أنا بحط سؤال أو بضع سؤال أقول لك اذكر أقسام التشبيه باعتبار تعدد الطرفين، طرفين متعددين، فتقول لي التشبيه هنا من خلال التعدد يظهر لي أربع مصطلحات: ملفوف، أنا بلف تشبيه مع تشبيه في صياغة واحدة، مفروق إن أنا أفرق بين تشبيهات، أو تسوية إن أنا بسوي مشبهات متعددة بمشبه به واحد، أو جمع بعكس بخلي مشبه واحد وأعدد المشبهات به أخليها كتير. يبقى أنا عندي من خلال التعدد ملفوف ومفروق وتسوية وجمع. قال لي الملفوف إنه بيتعدد طرفاه بيجمع كل طرف من التشبيهات في جهة. يبقى من خلال هذا التقسيم ألاحظ إن هذا الأسلوب فيه أكثر من تشبيه. يبقى أنا عندي كم مشبه؟ اثنين مثلا، وعندي اثنين مشبه به، فإزاي يكون التشبيه ملفوف؟ قال لي أن تجعل المشبهات في جهة الأول فتلفها لفا في جهة، ثم تلف المشبه به في جهة أخرى. يبقى أنا بجعل المشبه المتعدد في جهة والمشبه به المتعدد في جهة، فسمي ملفوف إن أنا بلف، لأن اللف هنا بمعنى الضم، إن أنا ضميت مشبه إلى مشبه وضميت المشبه به إلى مشبه به آخر فسمي ملفوفا. ضربوا مثال لذلك بقول الشاعر: وكأن قلوب الطير، كأن قلوب الطير رطبا ويابسا لدى وكرها العناب والحشف البالي. طيب البيت ده هوت لو أنا هشرحه معناه إيه؟ بيتحدث الشاعر عن قلوب الطير، وجعل في الشطر الأول نوعين من القلوب، قلوب طير رطبة وقلوب الطير اليابسة. يبقى الأول هذا هو المشبه، قلوب الطير الرطبة هذا مشبه، قلوب الطير اليابسة هذا مشبه. طب شبههم بإيه؟ ما المشبه به؟ جاء في الشطر الثاني، الشطر الثاني: كأن قلوب الطير رطبا ويابسا لدى وكره العناب والحشف البالي. العناب ده ثمر أحمر يسمى شجر العناب، وده بيبقى طري بيبقى رطب. الحشف البالي هو أرض أنواع التمر، التمر الناشف البالي الجامد. يبقى إذن أراد الشاعر أن يشبه قلوب الطير الرطبة بالعناب اللي هو الرطب، وأراد أن يشبه قلوب الطير اليابسة بالحشف البالي. يبقى ده تشبيه ملفوف، لفه يعني ضمه، فجعل المشبهات في جهة والمشبهات به في جهة أخرى فسمي ملفوفا. المفروق إن أنا أفرق كل تشبيه عن الآخر بأن أذكر المشبه ثم المشبه به الخاص به، ثم أفرق المشبه أو الثاني ثم المشبه به الثاني والمشبه الثالث ثم المشبه به الثالث، فأفرق بين كل تشبيه على حدة. طيب ضرب مثال في الكتاب قال إيه: بدت قمرا ومالت غصن بان وفاحت عنبرا ورنت غزالا. هو بيتحدث عن محبوبته، الشاعر بيتحدث عن محبوبته، فاستخدم أسلوب التشبيه عشان يقرب الصورة الذي يريد أن يتحدث بها عن هذه المرأة التي يحبها. فبيقول بدت قمرا، يبقى ده تشبيه، شبه وجه محبوبته بالقمر، والتقدير بدت بوجه كالقمر، يبقى ده تشبيه مستقل له. بدت قمرا معناها بدت بوجه كالقمر، يبقى شبه الوجه بالقمر، يبقى ده تشبيه مستقل. ومالت غصن بان، غصن البان شجر البان هذا شجر مستقيم معتدل لكنه طري، عندما تضربه الرياح يميل ويعتدل فلا تؤثر فيه. فأراد أن يشبه قوام محبوبته بشجر البان، شجر البان في الاعتدال والليونة، إنها معتدلة ولينة. يبقى تشبيه القوام بالإيه؟ بغصن البان، شجر معين بيمتاز باللين والاعتدال. يبقى تشبيه الوجه بالقمر وتشبيه القوام بالإيه؟ بغصن البان. ثم قال وفاحت عنبرا، عنبر هذا نبات له رائحة طيبة، يبقى وفاحت برائحة كرائحة العنبر، يبقى تشبيه ثالث. يبقى شبه رائحة محبوبته بالإيه؟ بالعنبر في الرائحة الجميلة. ورنت غزالا، نظرت يعني، يبقى عين المحبوبة ورنت بعين كعين الغزال. يبقى إذن تشبيه رابع، شبه عين محبوبته بعين الإيه؟ بعين الغزال. الشاهد أنه جعل كل تشبيه
مستقلا بذاته، ففرق بين التشبيهات فسمي مفروقا. تمام. تشبيه التسوية، تشبيه التسوية ده القسم الثالث، ان عندي ان انا المشبه متعدد فاسوي بين مشبهات متعددة بمشبه واحد، بمشبه به واحد. يبقى انا اقول محمد وعلي وخالد، هم الثلاثة محمد وعلي وخالد كالاسد. يبقى انا جبت مشبه واثنين وثلاثة وسويت بينهما في مشبه به واحد. يبقى ان يعدد المشبه ويفرد المشبه به، فهو سوى بين عدة مشبهات في مشبه واحد. قال الشاعر في الكتاب: صدغ الحبيب وحالي كلاهما كالليالي، وثغره في صفاء وأدمعي كاللآلئ. التشبيه فين هنا؟ بيقول صدغ الحبيب وحالي. صدغ، المقصود بالصدغ هنا الشعر المتدلي على هذه المنطقة، على الصدغ، على الجزء هذا الممدود. فالشاهد أنه يقصد شعر محبوبته ولا يقصد مكان الصدغ. صدغ الحبيب يعني الشعر المتدلي على الصدغ. صدغ الحبيب أدي واحد، صدغ الحبيب وحالي أدي اثنين. يبقى المشبه عندي صدغ الحبيب هو الشعر المتدلي، وحال المتكلم أدي المشبه رقم اثنين. شبه الاثنين بحاجة واحدة فقط اللي هي إيه؟ كالليالي في السواد. يبقى أراد أن يشبه شعر محبوبته وحاله بمشبه به واحد اللي هو ليالي، وجه الشبه السواد. طيب، ثم جاء أيضا تشبيه آخر في البيت الثاني: وثغره. ثغره هنا يقصد به مقدم أسنان المحبوب، مقدم الأسنان، الأسنان متساوية ولامعة ومشرقة. يبقى ثغر محبوبته في صفائه، حتى وجه الشبه في صفائه، وأدمعي أنا وبكائي أنا، الدموع التي تنزل من عيني. يبقى الثغر اللي هو مقدم الأسنان والدموع التي تنزل منه مثل اللآلئ، ده المشبه به. يبقى عندي المشبه اثنين والمشبه به واحد، فسوى بين مشبهين بمشبه به واحد. هذا تشبيه التسوية. تشبيه الجمع العكس، تشبيه الجمع أن يتعدد المشبه به دون المشبه. أنا قلت في الأول أن المشبه متعدد دون المشبه به، في الجمع المشبه به متعدد دون المشبه. نشوف المثال اللي في الكتاب: ذات حسن لو استزادت من الحسن إليه لما أصابت مزيدا، فهي الشمس بهجة والقضيب الغض لينا والرئم طرفا وجيدا. الشاعر هنا بيتحدث برضو عن محبوبته، والبيت الأول كان كافيا في المدح وبالغا في غاية الحسن في وصف هذه المرأة، يعني ذات حسن لو استزادت من الحسن إليه لما أصابت مزيدا. يعني هي بلغت من الحسن درجة لو جاء إليها الحسن مرة ثانية لم تأخذ أي شيء زائد. هذا كله بيدخل تحت كل الأشياء الحسنة التي عبر عنها الشاعر في هذه المرأة أو هذه المحبوب. لكن شبهها في البيت الثاني، وهذا من أجمل أنواع الإطناب والزيادة، فزاد في جمال هذه المرأة بأن ذكر عدة تشبيهات في البيت الثاني. فذكر المشبه هي، هذا المشبه هي المرأة المحبوبة، ثم شبهها بالشمس فقال هي الشمس بهجة، هذا تشبيه. ثم قال والقضيب الغض، القضيب برضو الغصن اللين الطري اللي هو معتدل. يبقى شبهها مرة بالشمس ومرة بالغصن اللين الطري. والرئم طرفا وجيدا، الرئم هنا بمعنى الغزال، الغزال في نظراته وجمال عينيه. يبقى هنا استخدم الشاعر مشبه واحد، مشبه واحد مشبها واحدا، لكنه أتى بمشبه به متعدد. هذا ما يسمى بتشبيه الايه؟ بتشبيه الجمع. هذا التقسيم. تقسيم آخر، احنا قلنا احنا نتكلم على التشبيه باعتبارات مختلفة. اتكلمنا فيما سبق باعتبار الطرفين. طب الطرفين دول حسي عقلي، ماشي، إفراد تقييد تركيب، تمام. عندي تقسيم باعتبار التعدد، قلت في ملفوف ومفروق وجمع وتسوية من خلال المشبه والمشبه به. قال لي طيب النظر إلى وجه الشبه، قال لي في تقسيمات باعتبار الوجه. باعتبار الوجه قال لي في تقسيم تحقيقي وتشبيه تحقيقي وتشبيه تخييلي. تشبيه تحقيقي يعني أن وجه الشبه متحقق في الواقع ونفس الأمر في الطرفين. تخييلي يعني لا يتواجد الوجه الشبه في الطرفين أو في أحدهما
إلا على ضرب من التأويل، ليس موجود على سبيل الحقيقة. فلو قلت مثلا وجه المرأة كالبدر، ده حقيقة، يبقى الاستدارة موجودة في الوجه وموجودة في البدر، يبقى هذا موجود في الطرفين، يبقى ده تحقيقي. لو أنا قلت شعرها كالليل في السواد، يبقى السواد موجود في الشعر وموجود في الليل، يبقى ده تحقيقي. تمام. طيب التخييلي مثلا بيقول يا من له شعر كحظي أسوده، شعر مثل الحظ في السواد، شعر مثل الحظ في السواد، فوجه الشبه السواد، هذا السواد متحقق في الشعر، الشعر أسود متحقق في أحد الطرفين، لكن في الحظ اللي لا يوجد في حظ أسود حقيقي، ولكن هو متأول ضرب من التأويل كأنه أسود. يبقى إذن إذا كان وجه الشبه متأولا في أحد الطرفين فبيكون التشبيه تخييلي، فأنا بتخيل السواد في الحظ. وكما نقول كلامك كالعسل في الحلاوة، كلامك كالعسل، يبقى أنا شبهت الكلام بالعسل في الحلاوة، الحلاوة موجودة على سبيل الحقيقة في العسل، تمام، لكن ليست موجودة على سبيل الحقيقة في الكلام، لكن مقصود المتكلم ما الأثر الذي يترك هذا الكلام في نفس المتلقي من راحة البال والتلذذ النفسي بمثل هذا الكلام الذي يريح بال المخاطب، فهنا يبقى تخييلي. تمام. ده تقسيم. يبقى إذن ينقسم التشبيه باعتبار الوجه عدة تقسيمات، باعتبار وجوده في الطرفين على سبيل الحقيقة أم لا، والتخييل تحقيقي وتخييلي، إذا تحقق في الطرفين أصبح تحقيقي، إذا كان متأولا فيهما أو متأولا في واحد منهما فهو تخييلي، ده تشبيه تخييلي. تقسيم تاني برضو باعتبار التعدد في وجه الشبه، ممكن يكون وجه الشبه واحد مفرد، وممكن يكون منزل منزلة المفرد ويكون هيئة، وممكن يكون وجه الشبه مركب، تشبيه وجه شبه واحد، وجه شبه منزل منزلة الواحد وده هيئة، أو وجه شبه مركب. طيب ناخد مثال، لو أنا قلت مثلا خده كالورد في الحمرة، يبقى الحمرة هنا واحد مفرد. وجه كالبدر في الجمال، يبقى هنا مفرد. العلم كالنور في الهداية، يبقى وجه الشبه هنا الهداية مفرد، يبقى هنا مفرد. قال لي طيب منزل منزلة الواحد، قال لي عندما يكون وجه الشبه هيئة مأخوذة من مجموع الطرفين، يبقى هنا هيئة مأخوذة من مجموع المشبه والمشبه به، أقول هو منزل منزلة الواحد. طيب مثال في الكتاب إيه؟ يقول لك والبدر في كبد السماء كدرهم ملقا على ديباجة زرقاء. البدر في كبد السماء، شبه البدر أثناء وجوده في كبد السماء، يبقى البدر منير ومضيء وراءه سماء زرقاء، يبقى دي الصورة اللي أراد الشاعر أن يتحدث عنها، بيتحدث عن البدر، البدر منير وخلفه السماء الزرقاء، شبهه بإيه؟ الدرهم، درهم منير ولامع ألقي على قماشة زرقاء. يبقى هنا أراد الشاعر أن يبين إيه؟ الهيئة المركبة من عدة أشياء، أشياء بيضاء لامعة مضيئة منثورة على بساط أزرق، يبقى دي هيئة منزل منزلة الايه الواحد. طيب قال لي متعدد، يبقى ده هيئة ومفرد ومتعدد. متعدد بقى أنا بقول إيه؟ الفاكهة التي أكلناها، هذه الفاكهة مثل الفاكهة التي أكلناها في الطعم واللون والرائحة، في الطعم واللون والرائحة، إذن وجه الشبه هنا متعدد، الطعم واللون والرائحة، محمد كأبيه في القوة والشجاعة والعلم والحلم، يبقى أنا ذكرت وجه الشبه متعدد، يبقى قد يكون وجه الشبه مفرد يعني شيء واحد، قد يكون منزل منزلة الواحد بيكون هيئة مركبة من متعدد، وقد يكون متعددا، محمد كأبيه في العلم والحلم والشجاعة والصدق والصبر، يبقى هنا وجه الشبه متعدد، هذا تقسيم.